ولعل استاذ كرم يعني هل تتفق معانا في ده ولا لا، ان الغرب ادرك الحقيقه. النهارده بنشوف انطونيو جوتيريش حريص في معظم الجلسات، اما بكلمه مسجله او بتويته او بما الى ذلك، الامين العام للامم المتحده، كل المؤسسات الدوليه النهارده بتشيد وتساند مصر في هذه التجربه التنمويه اللي تحصل في شرم الشيخ. هو برضو بالتأكيد قضية حقوق الإنسان زي ما الأستاذ محمود قال، هي بالنسبة للغرب حق يراد به باطل، والحقيقة حقوق الإنسان دايما بتستخدم كورقة ابتزاز لتحقيق ضغوط سياسية على دول المنطقة، وتجارب التاريخ كتيرة جدا. طيب ماذا فعل الغرب بملف حقوق الإنسان؟ الدول المستقرة تم هدمها، والشعوب تم تشريدها، وأعلنت الحروب الدينية. هل يعني هي دي حقوق الإنسان؟ إن دول حتى لو كان فيها أنظمة ديكتاتورية لكن كانت بتتمتع بدرجات من الأمان انفجرت، وأصبحت إن هذه الدول كلها مهددة بالتقسيم، مؤسساتها الوطنية انهارت، جيوشها تلاشت وهكذا. فهنا يعني الدولة الوحيدة اللي نجت من جهنم الربيع الخريف أو الجحيم العربي دي كانت مصر، لأن مصر حافظت على جيشها، وجيشها قدر يعيد صياغة الدولة المصرية من جديد تاني، وقدر يخليها تقف على رجليها. فطبعا احنا يعني هذا الملف، الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان بعد إعلان الاستراتيجية منذ عدة شهور بتمشي في عدة مسارات. المسار الأولاني أنت بتاخد مفهوم حقوق الإنسان، المفهوم الشامل، الحق في الحياة وليس الحق في وأد أو قتل الحياة. طيب من يعني أولى بالدفاع عن حقه في الحياة؟ الإرهاب اللي بيقتل ولا المواطن المسالم اللي بيتعرض لهذا الخطر؟ فهنا في مفاهيم كتيرة فيها يعني فيها مغالطات. طبعا لما أمسك المفهوم الشامل حقوق الإنسان، يبقى حقه زي ما قال الأستاذ محمود في مسكن، حقه في علاج، حقه في انه رعايه، ان يحصل على حقوقه من الدوله، حقه انه الاستراتيجيه على فكره بتاعت حقوق الانسان فيها خطوات متقدمه جدا، انا ازعم انها محتاجه تفعيل الفتره الجايه، محتاجه تفعيل قوي جدا. ده بتضمن يعني حتى الجانب اللي بيركز على الغرب، الجانب السياسي من حقوق الانسان اللي هي المعامله في السجون والمعتقلات، الاستراتيجيه حتى نموذج رائع جدا. واحنا شفنا وزارة الداخلية بدأت في الفترة الأخيرة بتنفذ السجون أو الأماكن الإصلاح بمعدلات مش موجودة في العالم. يمكن المندوبة الأمم المتحدة كانت موجودة في الآخر افتتاح كان موجود في مركز إصلاح بلد، وقالت إن فعلا ده في زنازين أو في أماكن لائقة جدا وفيها أسرة بيدخلها الشمس وبيدخلها الهواء، الناس بتتريض فيها، محكمة ملائمة، المتهمين بيتحكموا فيها، فيها أماكن للعمل، فيها تدريب، فيها تأهيل. فبتقول إن دي فيها مواصفات قياسية مش موجودة في أي مكان في العالم. لكن ده بيختلف عن إيه بقى؟ إنك ما تتدخلش في سلطة القضاء. يعني هنا الحقوق الأساسية متوفرة، لكن الضغوط بقى والتدخل في سلطة القضاء أو تسييس القضاء أو الضغط عليه، ده طبعا غير مقبول، لأن طبعا القضاء المصري مش هنقول إن مشهود ليه. طيب يعني دي في المجمل شهادة معروفة. بقى ازاي المنتدى ده اظهر هذا الوجه الحضاري المصري؟ المنتدى اولا الشباب اللي موجودين، شباب سواء يعني اللي حضروا المنتدى شافوا بعينيهم، شافوا بعينهم التجربه المصريه، شافوا بعينيهم الانجازات اللي تحققت، الندوات اللي اتعملت، ورش العمل. وبعدين كان الكلام مش كلام نظري، ده كان المسؤولين موجودين وفي حوارات قويه جدا مع مختلف شباب العالم، وكانت الصوره واضحه. ملف حقوق الانسان انا يعني يا ريت نعلن هذا العام ده عام حقوق الانسان، لان احنا مقدمين على مؤتمر مهم جدا في نهايه السنه، واهل الشر هيحاولوا يلعبوا في الحته دي، فلازم نفوت عليهم الفرصه. مصر بتطبق الان معايير دوليه لحقوق الانسان، والدليل على كده ان المتهمين في القضايا الدينيه سواء الاخوان او غيره بيبانوا في المحاكم، ما حدش منهم لا بيشتكي من التعذيب ولا 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 زي ما كان في الزمان بيتقال. فاذا هنا انت بتوفر اجواء مناسبه لحقوق الانسان، لكن مش معنى حقوق الانسان بقى بالمفهوم الثاني اني اشعل فتن وحروب، اشعل حرب بين المسلمين والمسلمين والمسلمين والمسيحيين واعملها فتنه واجيب داعش واجيب النصره واجيب. وبعدين مع ملاحظه ايه؟ الغرب عندهم مقوله ان اللي بيحضر العفريت بيصرفه، يعني هم بيحضر الارهاب وهو اللي هيصرفه.
بس التجربة أثبتت إن اللي بيحضر العفريت ما بيعرفش يصرف. ما بيعرفش يصرف. أمريكا قعدت في أفغانستان قد إيه؟ 20 سنة. قالت أنا جاية إيه؟ أنا جاية أقضي على الإرهاب وأبني دولة عصرية حديثة. وفي الآخر جه الرئيس الأمريكي قال لا، ما إحنا ما رحناش أفغانستان عشان نبني دولة حديثة ولا عشان ننقل لهم الديمقراطية، لا، إحنا عشان نتقي شر تنظيم القاعدة. هل أنت بعد 20 سنة اتقيت شر القاعدة ولا سلمت البلد للقاعدة وخلقت مكان آخر؟ أكيد. ربنا أعلم هيروح فين.